مستر نجيب وشريكه، ايه الاخبار الشراكه بينكم؟ نفسي والله انا لسه بفكر فيه كوزمان. الراجل ده من احسن الناس ومن اعظم الممثلين مر عليا في حياتي. اشكرك. كوميدي جداً. كوميدي ودراما وجد وهزار. طبعا في الكوميدي يعني انا بفضله في الكوميدي، لكن طبعا هو بجد يعني دي شهاده كبيره جدا. ايه نعم ايه بقى الافيه اقول عليه اللي هو التلج ده مش ساقع ليه؟ صحيح. لا انا لا ده مشهد بقى لما تمشي انت بس انا الافيه بتاعي معاه هو ده نجيب شريكي هو ده انا وزير واحد اتنين يعني ممكن يشارك في افلام في جونه يا ريت انا مستعد اديله الجوايز كلها الله يخليك بس هو ما بيسالش عليا ما انا معيش رقم والله انا اعرف 012 بس ما بيدينيش اي حاجه رنها وهي هتيجي على طول مدينيش حاجه لا احنا عايزين نختم على خير بس واخد بالك احسن واحد انا ما بحط ايدي لحد ما الحاجه تخلص فان شاء الله زي ما ابتدينا كويس ننتهي كويس والحقيقه الناس كلها هنا النهارده والفيلم ده على فكره فيلم حلو ما احنا عايزينهم كلهم يجوا احنا على فكره عزمنا كل الفنانين احنا فيش حد ما عزمناهوش يعني لكن في ناس ما صعب الوصول اليها معلش الراجل بيقول لك معيش تليفونك الراجل ده ما بيسالش عليا الراجل ده لا من هنا ورايح بس عليك على طول يا ريت ان شاء الله برده ممكن يبقى في مصلحه يعني يعمل لنا فيلم جديد ولا يا رب يا رب ان شاء الله اشكرك جدا